اجى ابو طارق تقبرني، اجيت والله جابك. امسكي هالوردات وشميهم وزوعوا على الارض يستر على عرضك طخي ولميهم. طيب يا هي امسكي هالباقه يا احلى زهره فواحه بريحه عطر ميرسي كلك ذوق وكلك شعر. عفوا محمود الحكي مو لك. لك هلا مين؟ ما في حدا غيري واقف هون. ها مو ضروري تعرفي. بعرف لحالي الزكي بيلقطها وهي طايره. وشو لقطي يا حضره الرادار؟ هي الباقه بعرف لمين جايبه، لهلا لسه ما اجت. بس طيب لنفترض انك بتعرفي لمين، شو عرفك انه لسه ما اجي؟ صار لي نص ساعه عم بستناها على البلكون. لا ما شرفت حضرتها. منو هي؟ مرتك هنا. هنا لهلا ما اجي؟ والعزيمه؟ انا عزيمه ابو طارق. مين قال عزيمه؟ انا ما قلت عزيمه، انا قلت عزيمه شيء عن اسمك. مين قال عزيمه عن اسمك؟ دنيا الطوله. عزيمه خلص تأمن غدا اليوم لروح اطفي عن المجدة. مالي شامم ريحة طبخ ونفخ، معناتها اكيد موصي على الاكل جاهز. بتفهم بالصدفة بتفهم. هنا يا هنا. اهلين بابا. اهلين دنقول. شو قصة بابا؟ صار كل يوم عم تيجي وحامل بايدك بقى تورد، في شي بالجو؟ ايه في. شو في؟ في طيارات وهي بوينغ كمان. امك ما اجت؟ ما لا لسه. ولا اتصلت؟ ولا اتصلت. شو صايرين ستيريو؟ كل واحد جاوبني لحاله. تعال دنقول شلون دروسك بابا؟ اخذت فيهم كلياتهم 10. الله يرضى عليك. وانت يا رجيله؟ انا؟ ايه رح شوف قد ايه حطت لي المعلمه. صحيح بابا في عزيمه؟ الماما قالت لك؟ ما لا. لك قال شو عرفك؟ أنا قلت له. تعرقي لي ده، تعرقي لي. تعال شو معناتها الماما قالت لك؟ لا. لكان شلون عرفت؟ العصفورة قالت لي. شو فكر ما في بالجو غير طيارات وفي كمان عصافير. مزبوط بابا. اسمع شوي، نحن عنا عزيمة وماما عازمة رفيقتها. شفت؟ ما قلت لك يا زكي إنه عنا عزيمة؟ شلون ماما عازمة رفيقتها ولسه لهلا ما أجت ولا حضرت شي للعزيمة؟ ما هذا اللي مجنني. سلامتك من جنان. اسمع ولا حركات ما لها طعمي على الغدا ما بدي. ولا يهمك بابا، نشيلها شوية ملح. شو هي؟ الحركات مشان يصير لها طعمه. لك كم مرة فهمتك؟ نكت بايخة لا تحكيها، فهمت؟ كح 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 كح. ما مثل ما فهمتكم انت وياه نهائيا. اذا بتقلل ادبك على الاكل بحياتك ما رح تركب بالسيارة. ان شاء الله تكون حلوة يا عم. ليه؟ استوى العدس. بكره باكل المجدره تازه، اليوم في شيء اطيب، رح اطفي تحتها احسن شيء. يبعت لك قتلك شو سئيله، اسال مني، ما رح اجلسك. لا بجلس، لا يلا. اكيد هناء بتكون محضره المحمر والمشمر وتوابعه، بس شلون رح تلحق تحضر كل هذا وهي لهلا لسه ما اجيت؟ هلا فهمت، بتكون مرت على شي مطعم وبدها تجيب الأكل جاهز. وأنا بحب الأكل جاهز. إيه وبعدين؟ هيك بدنا نضل قاعدين
انه حاطين ايدنا على خدنا؟ انا رجعت بدي اكل. هلا انت مهمك الا بطنك؟ ليش انت شو همك؟ مالك الان ليش الماما لهلا ما اجت؟ ونحن ما بنعرف وينها. صحيح، ماما ليش لهلا ما اجت؟ طيب الماما تاخرت بالشغل، المعازيم ليش لهلا ما اجوا؟ ما هذا اللي مجنني انا. روح افتح الباب، اكيد الماما. وانت السادي هدول المعازيم، لو ماما ما عم تفتحها. مظبوط، لا تفتح، انا بفتح، انا بفتح. يا معزين شوف لي شلون الوضع من عندك. ادعي لي، ها ادعي لي. الله يا رب ادعي لي سليم، ادعي لي. تفضلي باقه هالزهر يا احلى زهره فواحه. تفضلي باقه هالزهر يا احلى زهره فواحه باطيب هضب. قلت لك كلك ذوق وكلك شعر، ما صدق. هذا انت؟ ايه انا بدي هنا. شو بدك منا؟ عاوزتها بشغلة خاصة، شغلة نسوان يعني. مو قلتي انك كنتي عم تنتظريه على البلكون؟ معناتها بتعرفي انه ما اجيت. ايه حصلي انا شوي وزبطت شعراتي وفتت لهداك الصوب، قلت لحالي في هذه الاثناء بتكوني جايين. لا لسه لم تأتي. شو الشغلة على كيفه يسكر الباب بوشي؟ بدي فوت يعني بدي فوت. يا! أحسن شيء ارجع استنى على البلكون، بس تجي هنا افوت انا وياها غصب عنه. لك اترك الضرابه من ايدك بقى. بابا انا جعت وانت بتعرفني، انا بس جوع بطوش حجري. وانا كمان جعت وانت بتعرفني، بس جوع باكل حالي، بس شو ساوي لك؟ لا تعال نعمل انا وياك جزمز عنب بالبراد. ما بدنا نطمن على امك بالاول؟ خلونا نقلق عليها ونحن شبعانين، ضروري نهكي الهمه ونحن جوعانين. لك اترك الدرابه من ايدك. الو الو الو، اهلين يا مو. اهلين وسهلين. لا الحمد لله يا مو. بدي اسالك، ابي لما كان يجوع كان ياكل حاله؟ لا لا ما في شيء، ما حدا قال لي. لا طلعت بكير اليوم كان عندي شغل. ايه ايه ما تكلي هم. اوكي يا مو شو هالحكي؟ معقول انا العب بديلي؟ لا يا مو اصلا مالي ديل. بعرف انها بايخه يا مو. الله معك. لك اترك هالدرابه من ايدك. اجت هنا اجت هنا. هنا هنا. ليش تاخرتي لهلا؟ اهلين جارتنا، اهلا وسهلا. غصب عني تضرب الوظيفه وساعتها. اي والله ستي الله يعطيك العافيه، بس مالي شايفتك حامله شيء بايدك، لا تكوني نسيتيهم بالسياره. انو سياره؟ بالتاكسي اللي وصلتك، لان انا حاكم وعم لمهم للغسيلات بالصدفه شفتك نازله من التاكسي. شو بدي ساوي جارتنا؟ تأخرت بالجولة وسيارة المديرية خلص دوامها، بتضطري تاخذ تاكسي تصوري فوق. تعبنا عم ندفع اجر التاكسي. والغرام؟ انو غرام؟ الاكل. انو اكل؟ الاكل تبع العزيمة. جارتنا انو عزيمة؟ هنا ما في بالعادة تخبي علي انت. ما عم بفهم عليكي، وشو بدي اخبي عليكي انا؟ انا بعرف انك ما بدك تقليلي مشان ما تعذبيني يعني بمساحتك وتحضير السفرة. وايه مانا، لا لا تفكري هيك، لا تفكري بنوب. احنا جيران والجيران لبعضها، بعدين انا مو حي الله جاره، انا صرت من اهل البيت. على عيني، بس جارتنا انا ما عندي عزيمه ولاني عازمه حدا، حتى جوزي ولادي ما حضرت لهم اكل، ابصر شو تغدوا يبعث لي همه. شو الشغله على كيفها؟ جوزها قال لي في عزيمه، وقط ما بيهرب من عرس. مالي غير ارجع على البلكون انتظر المعازيم ساعتها، لا هي ولا جوزها بيقدروا يتهربوا مني. وليش تاخرتي؟ حبيبي طلعنا بكير مع جروب سياحي وعلى اساس ساعتين ثلاثة، وفعلا الساعة 12 خلصنا، بس تعطل الباص على الطريق. الحمد لله على السلامة. والعزيمة شو صار فيها؟ قصدك عزيمة زهرة؟ ليش نحن عازمين غيرها؟ يا حبيبي تأجلت لبكرة. تأجلت؟ وليش ما خبرتيني؟ نسيت، أنا آسفة معك حق، كان لازم أخبرك. أنتوا شو عم تعملوا؟ لسه ما تغديتوا يعني؟ عم نعمل مثل العادة جزمز. يعجلونكم شوي حاكم، أنا ميتة من الجوع. تأجلت لبكرة؟
يا حبيبي من هون لبكره بكون نسيت اللي حافظهن. حصبي فلي الصخر. ايه وبعدين فريضة المعازيم طولوا. قلاية بصل من بيت جميل. شو هالحكي؟ ما انحرم هالقامة يا حق، هات عنك تقبرني كمل الأكل. هات هلا قلتي بدها تجي ولا ما بتعرفيه؟ وعدتني معها انه تجي هي وياها بكره. شوفي اوعك تفكريني كثير مهتم بجيتها، حبلها تجي اهلا وسهلا، ما حبلها هي حرة، بس يعني هات البندورة حبيبي. تفضلي. يسلموا. بلكي سافرت. منو هاي؟ زهرة. لوين بدك تسافر؟ ترجع على بيتها على بانياس. إذا سافرت سافرت، بنرجع نعزمها مرة ثانية، ما مشكلة. يا حبيبي لسه بدي استنى لتجي مرة تانية. طيب شو رأيك لحتى نلحق الوقت يعني نعزمها على العشاء؟ لا حبيبي ما بيمشي الحال. لك ايش العشاء مثل الغداء كله عزيمة. ما بلحق احضر شي للعشاء، انا بكرة باخد اجازة وبحضر الغداء. ايه على راحتك. اوعك تفكري اني عم لح على العزيمة مشان شي معين. ها لا ابدا. بس حبيبي سليم هات البيض. طلعت من مناخي من الجزماز. مرحبا طارق. مين يا طارق؟ انا ام محمود. شو عم تطلب خير؟ ريحه الاكل واصله لعندي. انت شو شايفه؟ شو هاد جزماز؟ ايه شو بدي ساوي؟ فتت لقيت جميل مبلش فيهم، قمت كملت عنه. يلا اليوم رح يمضي وما رح ساوي شي. ايه شبه الجزمص، شبه اكله طيبه كتير وبتفتح النفس وبتصير مقبلات. شو عندك اكل جاهز بالفريزر؟ ما عندك شقفتين ثلاثه كبه كم قرصص فيها؟ قولي على عيونها. هلا اذا قلت لها ما عندي بدها تطلع تحكي علي وتشجعني بين الجيران. ايه طالعي حيلا شي من الفريزر ما حلو تغدي لجوزك. بس جزمص لا تاكل يا اما انا بساعدي. مسكي محمود هاتي انت الطبخه وانا بطلع لك كم رصص فيها وكم رص كبه. مسكي. لا لا تعذبي حالك، انا بعرف وينهم. ها قال بدها تغديني جزمص. قال ايه مو محرزة ينحسب علي غدا. يلا تغديت غدا منيح وجبت معي، بس ما فهمت لا قصة باقة الورد ولا قصة العزيمة. إلا ما أعرف لفوت حط هدول بالبراد لبعد بكرة. بكرة عندي مجدرة. وليه مين جاييني هلا وقت الغداء؟ شو قلة الذوق هاي؟ حدا بيجي لعند حدا وقت الغداء؟ احلى يطلع لي شي وحدا دمه تقيل وياكل لي الاكلات منيح اللي دحشتهم بالبراد. جاية ايه طنو كمان ما احترق لسه، احرقوا لي اياه للجرس. هذا انت بتحسين شو هيك يا محمود؟ فكرتك مو بالبيت. كنت بهداك الصوب وبالفصحى بذاك الصوب سيدتي. انت اكبر قدر. تغديتي؟ تغديت لك ما تغديت. في حدا بيضل بلا غدا لهلا؟ وشو تغديتي؟ من حواضر البيت، ما بقي عندي شيء متحسينها. خلصوا. ايه لكان مالك بالطيب نصيب خاطرك. وين رايحة متحسين؟ رايحة اتغدى. لهلا ما تغديتي انتي؟ ايه هلا لحتى اجت صينية الكواج من الفرن قلت لحالي هي اكلة بتحبيها وبتموتي عليها، لانزل عيط لك تذوقيها. الظاهر اني تأخرت. امي 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 شو بكي؟ امجد واغياب. شو بهون؟ حذري. كسروا التلفزيون؟ حذري. وقعوا الخزانة؟ حذري. لك اول تنقلوا مالي. فاتوا على المطبخ، نطوا على الطاولة، وقعوا صينية الكواش وفش على البلوعة. اللي بعت لك حمى ما قبلت قلبك. اطلعي من هالولي. كواش وعلى البلوعة. يا حرام، انا ليش انضربت على قلبي وقلت لها متغداية؟ كنت قلت لها ما تغديت. كنت طلعت اكلت لي لقمتين دقت لها الصينية. ما فكرتها جاية تعزبني؟
بباليها جاية تتغدى عندي، قلت لها تغديت. تاني مرة لازم اتروق أكتر بالجواب على هيك سؤالات وافهم الموضوع منيح بعدين جاوب. يا حوينة صينية هالكواج، أنا بحب الكواج كتير. يلا كمان الكبة وصفي حي اللي أكلتهم كمان طيبين. لروح اتملحلي بشقفة جبنة مرمرة تمي.